وفي اتصال هاتفي خلال نشرة سابقة أكد سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب أن الشهداء هم رمز للإيثار والعطاء والتضحية، ويوم الشهيد هو تكريم من لدن جلالة الملك المفدى لرد الجميل لمن أفنوا أرواحهم في سبيل نصرة الحق وعزة الوطن. شهداء مملكة البحرين هما رمز للإيثار والوفاء والإخلاص والتضحية بما قدموه في ميادين الحق من بطولات لهذا الوطن. هذا هو الاحتفاء السنوي الكبير لنشهده اليوم، واللي أمر به سيدي فضلة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه لتخصيص هذا اليوم ليكون يوما وطنيا ثابتا من كل عام للاحتفاء بشهداء الوطن، ويأتي تزامنا أيضا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي فضلة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه مغاليد الحكم، في لفتة كريمة من سيدي جلالة الملك لأن تبقى ذكرى شهداء الواجب من أبناء مملكة البحرين حاضرة في وجدان الجميع في وجدان الوطن ليحتفي بهم الشعب مملكة البحرين في هذا اليوم المقرون بالفرحة والبهجة اللي بقت أسماءهم وتضحياتهم علامة خالدة وموجودة ومضيئة في تاريخ مملكة البحرين. وهذه هي المناسبة اللي تكون تكريم لرد الجميل لأهل وذوي الشهداء في مملكة البحرين تزامنا مثل ما ذكرنا في أعياد الوطن المجيدة. في هذا اليوم يقف أبناء شعب البحرين مستذكرين وفخورين بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء خلف القائد جلالة الملك المفدى حفظه الله، لنؤكد أننا لا ننسى من قدم حياته دفاعا عن الوطن والحق والكرامة. وسيبقى يوم الشهيد مناسبة مجيدة تؤكد تلاحم وتماسك أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة، ونؤكد قيم الولاء والانتماء في شعب البحرين ولأرواح الشهداء الأبرار ولذويهم، وتحية أيضا لجنود الوطن وضباط وقادة الأجهزة الأمنية وقوات دفاع البحرين وكافة المرابطين في ميادين الشرف. نحتفي بمناسبة يوم الشهيد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، لنؤكد على أن هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البحرين وأرض البحرين وشعب البحرين يستحقون منا الوفاء والتقدير والاحترام عبر التاريخ، ودائما وأبدا نحن نتذكرهم ونقتفي يعني ما قدموه لهذه الأرض وشعبها. يوم الشهيد حقيقة مناسبة يعني نستذكر فيها تضحيات جنودنا البواصل في قوة الدفاع، الحرس الوطني، الداخلية، وبهذه المناسبة حقيقة يعني لابد نحن نستذكر تضحياتهم ونستذكر كل ما قدموه من تضحيات، ودمهم الطاهر اختلط بأرض البحرين الطيبة الطاهرة، قدموا تضحيات كثيرة، وإحنا في مجلس النواب حقيقة نقدر هذا المجهود ونحث كل مواطن بحريني حقيقة أن يستذكر هذه المهمة. وكذلك إحنا كذلك في مجلس النواب يعني قدمنا كثير من التشريعات اللي تساند أسر الشهداء، وهذه حق واجب علينا كسلطة تشريعية لابد أن نقف معهم هذه الوقفة، ورحم الله سبحانه وتعالى شهداء يعني الواجب وشهداء الوطن.